نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. عوائل الشهداء والجرحى، عوائل الأسرى والمطاردين، الحضور الكريم في رحاب الخيمة العاشورائية، حطم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى أربعينية سيدنا وقدوتنا أبي الأحرار والثوار الإمام الحسين عليه السلام. قال الله في محكم كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. إخوتنا وأخواتنا في الله، إن جموع المسلمين في هذا اليوم العظيم يحيون أبرز شعائر الله تعالى ويعظمونها، والتي تجلت في تضحيات إمامنا الحسين عليه السلام وأهل بيته وصحبه يوم العاشر من المحرم الحرام، لتنير لنا في هذه الدنيا المظلمة والمليئة بالجور طريق الأحرار والعشاق للحق تعالى، طريق الثوار الساعين لاستئصال الظالمين والمستكبرين، طريق العزة والكرامة ورفع المهانة والذلة، ليبقى صوت كربلاء والحسين مرددا على ألسنة الملايين الوالهين: لبيك يا حسين، لبيك يا قدوة الثائرين، لبيك يا رمز المقاومين، لبيك يا سيد الشهداء. أيها الأحبة، جاذبية العشق الحسيني التي تشاهدونها في هذا اليوم الكبير، حيث تموج أرض كربلاء بالملايين من العاشقين، هي جاذبية المؤمنين بهذا الخط الحسيني الثوري، خط الذين يرفضون مساومة الظالمين المجرمين من أمثال الطاغية حمد بن عيسى، خط الذين يرفضون العيش تحت حكم سلطان مثله، وهو الذي هتك بيوت الله وهدمها كما هتك يزيد بن معاوية كعبة الله المشرفة، وهو الذي قتل الأطفال والأجنة كما قتل يزيد عبد الله الرضيع وذبحه من الوريد إلى الوريد، وهو الذي اعتدى على الأعراف كما اعتدى يزيد على حرمات رسول الله، وهو الذي أشاع الفاحشة والمنكر في البلاد كما شارب الخمر يزيد، لهذا كان محتما على شعبنا الخيار الثوري المقاوم لطغيان حمد وزمرته الفاسدة المجرمة، فوضعنا صورته واسمه تحت أقدامنا في كل مدينة وبلدة وفي كل شارع وزقاق، وضربنا بأراضٍ مرتزقته بعرض الحائط لا نهاب جورهم ولا قمعهم، فقرارنا حسيني المقاوم وصفرنا زينبي المثابر، نمضي ولا نبالي ما دمنا على الحق، وقعنا على الموت أم وقع الموت
شعبنا العزيز. إن الدكتاتور حمد في خطابه الأخير قد كشف لكم ما بلغه من يأس وفقدان الشرعية الدستورية والشعبية، وبات ينبش في تاريخ آبائه وأجداده ذاك التاريخ المغموس حتى أخمص القدمين بالقتل والسلب والنهب، لعله يجد ما يثبت شرعيته المؤسسة على الباطل والكذب وتزوير الوقائع التاريخية. بات في خطابه الأخير يتلو آيات التمجيد لمرتزقته ويستنجد بهم ليستمر في الحفاظ على عرشه المتعاوي والدفاع عنه حتى الرمق الأخير، ويترجى أقرانه من حكام وأمراء الخليج بالولوج سريعا فيما يوصف بالاتحاد الخليجي تلبية لقرار المحتل السعودي وشرعنة لوجوده فوق أرضنا المحتلة. لقد كشف الدكتاتور حمد عن صلافته وصورته الحقيقية حيث بان عجزه أمام صمودكم وكبريائكم وشموخكم. وقد كشفت الأيام القليلة الماضية مدى اقتراب الاقتصاد الخليفي من حافة الانهيار الفعلي بفعل ضربات الثوار الأبطال، وبدأت تتضح حالة عجز الكيان الخليفي عن الاستمرار بدعم السلع الضرورية للمواطنين ولطبقة التجار الصغار والمتوسطين فضلا عن بلوغ الدين العام في البلاد درجاته القصوى، وتعشعش الفساد والنهب في الوزارات والإدارات. أمام هذا المشهد الذي اختصره الطاغية حمد في خطابه الأخير، وأمام حالة اهتراء الاقتصاد الخليفي وفساده وفشل كل سياسات عاشر، ندعو شعبنا دعوة صادقة مخلصة، وبالخصوص المتضررين من التجار والمستثمرين الوطنيين، لأن تضعوا أيديكم بأيدي بعض وترصوا الصفوف وتكونوا كتفا بكتف. ها هو عصيان فبراير قادم لا محالة، لتكون الفرصة التاريخية التي ليصنع بها أمجاد شعبنا، لتكون الفرصة التاريخية التي نصنع بها أمجاد شعب وكرامة أمة ومستقبل أجيال، وننهي حكم الطغيان الخليفي عبر مشاركة الجميع دون استثناء في عصيان مدني شامل ينطلق من يوم 13 من شهر فبراير القادم. وما النصر إلا من عند الله. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا ومتفقيدا مظلوما شهيدا، وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين. فلعن الله من قتلك، ولعن الله من ظلمك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به.
اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه،